بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي كلية الحقوق جامعة عين شمس، أرجو أن تكونوا جميعا بخير وبصحة وباهتمام للدراسة بالرغم من هذا البعد، وبنحاول بقدر الإمكان أن نكون على تواصل، وياريت لو في وسيلة لإبداء ملاحظاتكم واستفساراتكم وأسئلتكم لكي أستطيع أن أرد عليها. انتهينا في الجلسة السابقة أو اللقاء السابق من دراسة المعارض. اليوم نتكلم عن الوجه الثاني، الطعن الثاني للحكم الصادر في المواد الجزئية أو مواد الجنح والمخالفات، هو الطريق الطعن بالاستئناف باعتباره طريق عادي، ونحن نعلم تماما ما معنى عادي، ونذكر أنه ليس له أسباب معينة، وأن سلطة المحكمة تشمل البحث في الأمور الموضوعية والأمور القانونية، وثالثا أن المحكمة التي تختص به هي محكمة أعلى درجة من تلك التي أصدرت الحكم المستأنف. والاستئناف بهذا المعنى يحقق مبدأ درجتي التقاضي في المواد الجزئية، يعني في الجنح والمخالفات، فيهدف إلى تحقيق الأخطاء كأي طريق للطعن التي قد يقع فيها حكم أول درجة. وبناء على ذلك يحقق هدف آخر، وهو وحدة التفسير القانوني للتطبيقات القضائية للنصوص القضائية من جانب محكمة أعلى درجة. وفي تناولنا للاستئناف ذكرنا أنها ستكون نفس خطة تعرضنا للمعارضة، من حيث تقسيم الدراسة إلى ثلاث موضوعات عامة. الموضوع الأول يتمثل في نطاق الاستئناف أو شروط قبول الاستئناف، ثم نظر الاستئناف، ثم آثار الاستئناف، ثم الحكم في الاستئناف. فبالنسبة للشروط الاستئناف أو نطاق الاستئناف، فله شروط موضوعية وشروط شكلية. الشروط الموضوعية تتمثل في تحديد من له الحق في الاستئناف، وقد ذكرنا في مناسبة سابقة أنه على عكس المعارضة فإن المشرع قد قرر الاستئناف لجميع الخصوم في الدعويين الجنائية والمدنية، وبالتالي خصوم الدعوى الجنائية هما المتهم من ناحية والنيابة العامة من ناحية أخرى، أما الخصوم في الدعوى المدنية فالمتهم والمدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحق المدني، فجميعهم لهم الحق في الاستئناف. وقد حددت ذلك المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث نصت على أن لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية
في مواد الجنح. ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز 300 جنيه فضلا عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. أما الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في مخالفات فيجوز استئنافها فقط من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف، ومن النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبت. وبناء على ذلك فإن الاستئناف كطريق للطعن في الحكم لا بد أن يتوفر في رافعه صفة الصفة أن يكون خصما في الدعوة التي يريد أن يطعن في الحكم الصادر فيها، وأن تكون له مصلحة من هذا الطعن، أي أن ينعي على الحكم أنه قد أضر به ويطالب بتصحيحه فيما يحقق أو بما يحقق مصلحته. ففي مجال الأحكام التي يجوز استئنافها فقد ربطها المشرع بالخصوم. فبالنسبة لاستئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية وقد رأينا أن المشرع قد قرر هذا الحق في الاستئناف للنيابة العامة وللمتهم فقط، فهما خصمان الدعوى، خصمي الدعوى الجنائية. وواضح أن المادة 402 قد فصلت هذه الحالات وقررت متى يستطيع المتهم أن يطعن بالاستئناف في الحكم الصادر ضده سواء في جنحة أو في مخالفة، وكذلك من النيابة العامة متى تستطيع أن تطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية. فيجب أن نلاحظ أن المشرع قد استثنى من الاستئناف في الجنح، في الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز 300 جنيه فضلا عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئناف الحكم الصادر فيها إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. أما وبالاطلاع على هذه المادة إنها بيّنت الأحكام التي يجوز للمتهم استئنافها والأحكام التي يجوز للنيابة العامة استئنافها كما هو موضح في الكتاب الذي وضعناه في أيديكم أيها الشباب. أما الاستئناف فيما يتعلق بقانون الأحداث فقد سبق أن ذكرنا أن قانون الأحداث الحالي الصادر في 1996 والمعدل في سنة 2008 فقد ذكر أن محاكم الأحداث الأحكام الصادرة من محاكم الأحداث سواء المحاكم الجزئية أو محاكم الجنايات يعني عن تهمة جناية يجوز استئنافها في الحالتين.
هذا بالنسبة لاستئناف الأحكام للخصوم والأحكام التي يجوز استئنافها في الدعوى الجنائية. أما بالنسبة للأحكام الصادرة في الدعوى المدنية فقد وضعت المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية شروط لقبول الاستئناف: أن يصدر حكم من محكمة الجنح والمخالفات في الدعوى المدنية، وهذا أمر طبيعي، فلا يكفي أن يكون هناك ادعاء مدني أمام الدعوى الجنائية، بل يجب أن يكون الحكم الذي صدر من هذه المحكمة قد فصل في طلبات المدعي المدني من حيث الرفض أو القبول. فإذا أغفلت المحكمة الفصل في الدعوى المدنية كلية وأصدرت حكمها في الدعوى الجنائية، فلا يكون هناك حكما للمدعي المدني أن يستأنفه، وما على هذا الأخير إلا اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض، أو كما يذهب البعض أن يطلب من المحكمة الجزئية التي أهملت الفصل في الدعوى المدنية أن تعيد النظر في دعواه. وفي هذا ما تسير عليه قضاء النقد. أما الشرط الثاني وهو أن يكون المستأنف والمستأنف خصما في الدعوى المدنية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بالاستئناف، وهذا ما قرره المشرع صراحة في المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعي بالحقوق المدنية ومن المسؤول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا. هكذا وضعت هذه المادة شرطا لقبول استئناف المسؤول عن الحق المدني أو المدعي بالحق المدني أو المتهم في حالة استئناف الحكم الصادر في الدعوى الجنائية وفي الدعوى المدنية حالة استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية فقط، وهو أن تكون المبالغ المطلوبة كتعويض، المبالغ التي حددها من؟ المدعي بالحق المدني، أن تكون هذه المبالغ أو التعويضات تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا، يعني النصاب الجزئي، نصاب القاضي الجزئي. فإذا كانت المبالغ التي طلبها المدعي بالحق المدني لا تتجاوز النصاب فلا يجوز له استئناف حكم. وهناك قضاء أحكام ثابتة ومستقرة مشار إليها في الكتاب الذي في أيديكم أيها الشباب. كذلك هذا، وأثير التساؤل في حالة ما إذا أراد المتهم أن يستأنف الحكم الصادر في الدعوى الجنائية والحكم الصادر في الدعوى المدنية، هل يتقيد بالنصاب؟ الاتجاه الغالب والقضاء السائد أن الالتزام بشرط النصاب في بالنسبة للمتهم لا يكون إلا في حالة استئنافه للحكم الصادر في الدعوى المدنية فقط. وبالتالي إذا أراد أن يطعن بالاستئناف على الحكمين
الصادر في الدعوة المدنية والصادر في الدعوة الجنائية فلا يتقيد بالنصاب. الذي يتقيد بهذا النصاب هو فقط المسؤول عن الحق المدني والمدعي بالحق المدني، وهذا ما يسير عليه قضاء النقد. ومن خلال ذلك يتضح لنا أن هناك عدة شروط عامة للأحكام التي يجوز استئنافها. فيجب أن يكون الحكم صادر من المحكمة الجزئية. فمن المعلوم أن الأحكام الصادرة من المحكمة الجنايات في جنحة أو مخالفة لا تقبل الاستئناف. كذلك يجب بداهة ألا يكون المشرع قد حظر استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في حالات معينة. المشرع قد ينص في بعض القوانين الخاصة أو التكميلية لقانون الإجراءات الجنائية على عدم جواز استئناف بعض الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية، بالرغم أنها تدخل في نطاق الأحكام التي يجوز استئنافها طبقا للمبادئ والشروط العامة السابق بيانها. فهذا الحظر أو الاستثناء يحول دون جواز استئناف هذه الأحكام. وبطبيعة الحال فلكي يقبل الاستئناف يجب أن يكون الحكم ما زال قائما، أي لا يلغى. ولعل ما يتعلق بهذا الموضوع ما آخ الأثر الثالث للمعارضة، وهو وقف نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة في الحكم الصادر في الدعوة الجنائية إذا عارض فيه المتهم وألغي، فهذا الحكم يسقط بالرغم من حصول استئناف، وبالتالي تحكم المحكمة بسقوط الاستئناف لإلغاء الحكم المستأنف. ولعل هذا ما دعا القضاء إن أنه يجب على المحكمة الاستئنافية أن توقف نظر الاستئناف المرفوع منها في الحكم الغيابي لحين كما سبق أن ذكرنا أحد أجلين، فوات ميعاد المعارضة دون أن تقدم، أو الفصل في المعارضة إذا قدمت في الميعاد. أن تكون هذه الأحكام قد فصلت في موضوع الدعوة، فالقاعدة أنه الطعن في الأحكام، وبالتالي لا يجوز الطعن في غير الحكم. والحكم الذي يعتبر قضائيا هو الحكم الذي يفصل في موضوع الدعوة. فبالنسبة للدعوة المدنية يفصل في التعويض من حيث وجوبه والحكم به من عدم. فيجب أن تكون المحكمة قد فصلت قبولا أو رفضا. أما الحكم الصادر في الدعوة الجنائية فلا بد أن يتضمن الفصل في الدعوة بالإدانة أم بالبراءة. أما الأحكام السابقة على الفصل في الموضوع فلا يجوز الطعن فيها بالاستئناف إلا مع الأحكام الصادرة في الموضوع. واستثناء من ذلك يجوز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص. واستثناء أيضا يجوز الطعن بصفة استثنائية ليس في حكم ولكنها في قرار، كما في قرار الحبس الاحتياطي ومد الحبس الاحتياطي. خلاصة الأمر أن
الأحكام التي يجوز استئنافها يجب أن تكون صادرة من المحكمة الجزئية، فليس هناك استئناف للأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، فأن تكون صادرة من المحكمة سواء في الدعوى الجنائية أم في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لها، وأن لا يكون المشرع قد حظر استئنافها بصفة استثنائية، وألا يلغى الحكم أثناء أو حتى تقديم الاستئناف أو أثناء نظر الاستئناف، وأن يكون هذا الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد فصل في موضوع الدعوة. هذا بالنسبة للشروط الموضوعية التي تبين الخصوم الذين لهم الحق في الاستئناف والأحكام التي يجوز استئنافها. أما بالنسبة للشروط الشكلية لقبول الاستئناف فقد سبق أن ذكرنا أنها هي ذات شروط أو ذات موضوعات المعارضة التي تتمثل في تقرير الاستئناف وميعاد الاستئناف. فبالنسبة لإجراءات التقرير بالاستئناف فقد حددتها المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية بقولها أو بنصها على أن يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف 10 أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو 10 أيام من إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك. هكذا يكون التقرير بالإعلان الشفوي التي يبديه الخصم سواء بنفسه أو بوكيله الذي لا يشترط فيه أن يكون محاميا أمام قلم كتاب المحكمة يعلن فيه رغبته في الطعن بالحكم الحكم الصادر ضده. ونفس الملحوظة يا شباب التي سبق ذكرها في تقرير المعارضة، الموظف المختص لو كاتب يستقبل هذا التقرير ويعلن أو يخطر المستأنف أو من قام بعمل تقرير الاستئناف بأن بتاريخ الجلسة التي حددت لنظر الاستئناف، ويعتبر ذلك إعلانا به، وهذا ما نص عليه المشرع في المادة 408 التي يجري نصها على أن يحدد قلم كتاب المحكمة للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره، ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل، يعني ليس الخصم الذي عمل تقرير الاستئناف، ولا يكون هذا التاريخ هو تاريخ الجلسة قبل مضي 3 أيام كاملة وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور، اللي هي مع ضرورة عند تحديد جلسة نظر الاستئناف لابد من الحد الأدنى لميعاد المسافة وهي 3 أيام في الجنح. إذن التقرير لابد أن يتم أمام قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم. استثناء من هذا، المشرع قرر للنائب العام وليس للنيابة الصلاحيات الاستثنائية التي أعطاها المشرع للنائب العام والتي لا يمارسها غيره،
إلا بتوكيل منه. وحضرتكم على علم أن الاختصاصات الذاتية أو الاستثنائية التي منحها القانون للنائب العام يمارسها دون طلب أو دون توكيل أو تفويض المحامي العام الأول في نيابة الاستئناف. المهم هذه الصلاحية في بالنسبة لكيفية التقرير بالاستئناف للنائب العام أن يستأنف في ميعاد 30 يوما من وقت صدور الحكم، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف، يعني استثناء مزدوج. فيما يتعلق بالتقرير لا يشترط تقديمه من جانب النائب العام أمام قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، ولكن يمكن أن يقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف. أما بالنسبة للميعاد فسوف نرى أن الميعاد استثناء، أيضا بسميه الميعاد الطويل الذي أعطاه القانون للنائب العام، وهو 30 يوم، بدل ما هنشوف بعد شوية أنه ميعاد الاستئناف، وإحنا عندنا فكر ميعاد الاستئناف ميعاد المعرة 10 أيام. النائب العام له الحق في أن يستأنف في 30 يوم، هذا الحق خاص به من السلطات الاستثنائية، من السلطات الذاتية التي يمارسها غيره بتوكيل منه، ولا يستطيع أن يمارسها أي عضو نيابة آخر فيما عدا المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف. إذن ممن يكون التقرير بالاستئناف؟ من الخصم نفسه إذا أراد، أو من وكيله، أي وكيل، ها؟ وليس لا يشترط أن يكون توكيل خاص، يكفي توكيل للأعمال القضائية، ولا يكفي لا يشترط أن يكون توكيلا خاصا بالاستئناف فقط، فتوكيل التمثيل القضائي في المحاكم أو التقاضي يجوز استخدامه في عمل الاستئناف، وهذا ما يسير عليه قضاء. طيب نفترض ان الخصم قاصر او محجور عليه، يجوز عمل التقرير بالاستئناف من الممثل القانوني للخصم الذي يكون له الحق في الاستئناف، سواء كان الولي الشرعي بالنسبة طبعا للحكم الصادر في الدعوة الجنائية، أو ذلك الصادر في الدعوة المدنية. الولي له الحق في الأمور الشخصية والمالية، لأن ولاية الولي تشمل النفس والمال، أما الوصي فيجب أن يقتصر استئنافه على الأحكام الصادرة في الدعوة المدنية، لأن وصايته تقتصر على المال فقط. يترتب على التقرير بالاستئناف، حصل الاستئناف، حصل التقرير، ذهب إلى قلم كتاب المحكمة، أو قدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة التي سوف تفصل في الاستئناف من جانب النائب العام كإجراء استثنائي. في الحالة دي بيقال أن المحكمة المختصة بنظر الاستئناف قد اتصلت بالدعوة، أو نعكسها أن الدعوة قد دخلت حوزة المحكمة المختصة بنظر الاستئناف، وبالتالي خرجت من المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف. والمادة 408 ذكرنا أنها أعطت أن قلم الكتاب يبين تاريخ الجلسة، وقلنا
أن ذلك يعتبر إعلان لها، وبالتالي كما قيل في المعارضة وحنشوفه كمان في الحكم بسقوط الاستئناف، لا يستطيع المستأنف أن يدعي أنه لم يكن على علم بتاريخ الجلسة، لأن احنا هنشوف في نهاية الدراسة أنه إذا لم يحضر المستأنف في الدعوة المدنية، فخصوصا إذا كان المتهم محكوم عليه يحضر محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، المحكمة ما عليها أو سوف نرى هذا بالتفصيل إلا أن تقضي بسقوط الاستئناف. لا يستطيع في هذه الحالة أن يدعي، خصوصا إذا كانت الجلسة الأولى، لا يستطيع أن يدعي أنه لم يكن على علم بتاريخ هذه الجلسة، وده بفضل المادة 408. هذا بالنسبة للتقرير. أما فيما يتعلق بالميعاد فقد سبقا ذكرنا أن الميعاد 10 أيام، والمادة 406 حددت كيف يبدأ الميعاد. يبدأ الميعاد بالنسبة للحكم الحضوري، لأنه احنا قلنا ايه، الاستئناف يكون في جميع أنواع الأحكام الحضورية الغيابية أو الحضورية الاعتبارية والأحكام الصادرة في المعارضة، أيا كان نوع، يعتبر المعارضة كان لم تكن برفض المعارضة بعدم قبول المعارضة أيا كان السبب. فبالنسبة للحكم الحضوري 10 أيام تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم، ولا يصير يعني، عشان كده بنقول أن الحكم الحضوري لا يثير أي مشكلة. أما بالنسبة للحكم الغيابي فنفس القاعدة اللي شفناها في المعارضة. طبعا الحكم الغيابي بالنسبة لمين؟ إما بالنسبة للمتهم، إما بالنسبة للمسؤول عن الحق المدني. والحكم بالنسبة احنا قلنا ايه، المدعي بالحق المدني ليس له الحق في المعارضة، واحنا قلنا ان المشرع استبعده صراحة بنص صريح. بنص صريح المادة 399، فاكرين؟ لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية. يبقى الحكم صدر غيابي بعدم قبول الدعوة المدنية مثلا، أو بحكم مبلغ معين يدعي المدعي المدني أنه المبلغ ضئيل وعايز زيادة فيطعن بالاستئناف. في هذه الحالة له أن يستأنف في الميعاد 10 أيام اللي هو من تاريخ إعلان الحكم. وقلنا طريقة الإعلان في الجنائي هي الإعلان الشخصي للمتهم، أما في الحكم الصادر في الدعوة المدنية فيجوز الإعلان بكافة الطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية لشخصي أو في محل الإقامة أو في الموطن المختار. وعندكم أحكام يا شباب كده متعددة تبين هذا. أما بالنسبة للحكم الحضوري الاعتباري، الحكم حضوري اعتباري، فاكرين الحكم الحضوري اعتباري؟ أن المتهم لم يحضر وقد نبه عليه أنه إذا لم يحضر سوف يعتبر الحكم حضوريا. المشرع رأى أن الحكم الحضوري الاعتباري بالرغم أنه اعتبر حضوري لأنه في حقيقته غيابي، لذلك ميعاد استئنافه هو ميعاد استئناف الحكم الغيابي. تاريخ إعلان يوم التالي لإعلانه، فلا يكفي علم المتهم بصدور الحكم لكي يبدأ ميعاد الاستئناف، إنما يلزم إعلانه بالحكم كبداية لسريان هذا الميعاد. وحضراتكم عارفين إن الحكم الاعتباري الحضوري الاعتباري قاصر على المواد الجنائية فقط. طيب امتداد الميعاد، طبعا
أي ميعاد يمتد، سواء في قانون المرافعات أو في قانون الإجراءات أو في قانون الإداري أو في قانون المدني، في أعذار بتؤدي إلى امتداد الميعاد. طبعا الحالة الأولى هي عندما يصادف أن يكون اليوم الأخير من 10 أيام عطلة رسمية، الجمعة مثلا ما فيش عمل يوم الجمعة، فيمتد الميعاد. اليوم الأخير هو الذي يمتد ليكون السبت، يستطيع أن يقرر بالاستئناف يوم السبت. الحالة الثانية اللي هي المعذور اللي احنا شفناها برضو في المعارض، الأعذار القهرية التي تعتبر ايه مقبولة ليمتد بها الميعاد. بعد يمتد الميعاد الذي يمتد، خلي بالكم مش الميعاد كله، مش واحد صدر عليه حكم داخل مستشفى على شهر او شهرين بعد ما يطلع يقول لك انا ليه 10 ايام، لا، الذي يمتد فقط هو اليوم الاخير، يسمح له بان يقرر بالاستئناف بعد ان يزول العذر الذي منعه من التقرير في الميعاد. ولديكم كده احكام كثيره في هذا الشأن. قيام العذر وكفايته من ناحية هيقدم العذر بتاعه، دي مسائل موضوعية. طب العذر ده هيقدمه مين؟ حصلش التقرير، هيقدمه لمين؟ للمحكمة، المحكمة الاستئنافية، يعني قلم الكتاب نفسه ملوش دعوة، يقول له ان الميعاد انتهى، لا ما يقدرش. القسم جاي يقدم تقرير بالاستئناف يقبله، والمحكمة هتشوف الميعاد انتهى ولا ما انتهاش، العذر اللي بيتمسك به الخصم يقبل او لا يقبل، دي شغلة المحكمة. يعني لا يستطيع قلم الكتاب ان يرفض التقرير بالاستئناف بحجة فوات الميعاد. طيب عند احتساب المدة، دي مدة كاملة، ومواعيد المسافة، كل دي حاجات. بس في حاجة بقى جديدة كده، الاستئناف الفرعي. يعني ايه استئناف فرعي؟ القسم بيفاجأ ان مدة 10 ايام انتهت، وكان يعتقد ان خصمه لم يستأنف الحكم، ففوجئ بان خصمه استأنف في اليوم الاخير مثلا. المشرع زي ما بيقولوا كده لتحقيق هدفي، تحقيق العدالة، ان الخصم ده اللي فات ميعاد استئنافه اخذ على غرة، وخصمه طعن بالاستئناف في اليوم الاخير، على ما عرف كان اليوم 11 او 12 فات الميعاد. والهدف التاني وهي في الدعوة الجنائية فقط أو في الدعوة المدنية برضو، إن لما الخصوم كلها تطعن المحكمة تسترد صلاحيتها بالنسبة للجنائي في التجديد أو التخفيف، لا تتقيد بمصلحة خصم وحيد رفع الدعوة، هو لا تتقيد بصفة الخصم المستأنف طالما أنه ليس الوحيد. لو طعن المتهم النيابة طعنت، وبعد كده المتهم عرف في الاخر كده فجيه طعن هو كمان، ولان احنا الخطأ الشائع ان النيابة لما تطعنها المحكمة لازم تشدد، وده غير صحيح، وهنشوفه بالتفصيل فيما بعد، تقيد المحكمة بصفة ومصلحة الخصم. المهم الاستئناف الفرعي اعطي للخصوم الذين يكون لهم الحق في الاستئناف أن يقدموا استئنافهم بعد انتهاء الميعاد، ولكن في ميعاد جديد هو 5 أيام من تاريخ انتهاء 10 أيام الأولى. طبعا الشروط ايه؟ الخصم يكون له حق في الاستئناف، ويكون خصم الدعوة والمصلحة موجود، والشروط يكون هناك استئناف أصلي قدم في الميعاد، أن يكون ميعاد العام للاستئناف يعني 10 أيام انتهت، لكن لو ما كانوش انتهوا طب خلاص يبقى استئناف عادي.
يعني يرفع الاستئناف الفرعي خلال 5 أيام، أن يكون رافع الاستئناف له أصلا الحق في الاستئناف. هذه هي نطاق الاستئناف أو شروط قبول الاستئناف، في شروط موضوعية وشروط شكلية. في الجلسة القادمة بإذن الله يا شباب، وأأمل أن أستقبل كده اتصالاتكم أو ملاحظاتكم عن طريق الكلية، بتكتبوها إن أمكن أو هم بتسجلوها وهم بيبعتوها لي إن شاء الله من خلال الكلية. في الجلسة القادمة إن شاء الله إذا كنا من أهل الدنيا سوف نتناول آثار الاستئناف والحكم في الاستئناف. يبقى فاضل لنا موضوعين، هما آثار الاستئناف وآثار الاستئناف أو ثم نظر الاستئناف والحكم فيه، أو إجراءات نظر الاستئناف والحكم فيه. أشكركم يا شباب وأتمنى لكم كل خير، وأرجو تكرار ملاحظتي وهي الاهتمام بالدراسة رغما من الظروف الصعبة اللي احنا بنمر بيها، وربنا يوفقكم. حافظوا على نفسكم، حافظوا على أولادكم، حافظوا على أسرتكم، حافظوا علينا كلنا، على بلدكم. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.